جرى تحت رعاية سمو العميد ركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي مراسم إحياء ذكرى يوم الشهيد بالحرس الملكي بقوة دفاع البحرين بحضور سمو الرائد ركن الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. الآن دقيقة صمت على أرواح الشهداء. الدعاء لأرواح الشهداء مع العميد الدكتور محمد بوجندل. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله. نشكرك اللهم ولا نكفرك ونترك ونكفر من يكفرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد. نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم ارحم شهداءنا الأبرار. اللهم ارحم شهداءنا الأبرار. اللهم ارحم شهداءنا الأبرار. اللهم ابدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم. اللهم ارفع درجاتهم في عليين يا رب العالمين. اللهم اجعل الأمن في ربوعنا والسلامة من حظنا واحفظ يا مولانا مليكنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بعدها تفضل سمو قائد الحرس الملكي بسقي النخلة التي ترمز للحياة الدائمة. إخواني ضباط صف
منتسبي قوة دفاع البحرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لنا اليوم في هذا اليوم المشرف العظيم يوم الشهيد نستذكر فيه أرواح شهدائنا الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم لأجل ما ترونه اليوم. ما نراه اليوم هو الأمن والأمان والاستقرار والطمأنينة تحت ظل القيادة الرشيدة بسواعد رجالها الأبطال. فاليوم يا رجال يوم نعتز فيه ونفتخر فيه، متمنين أن نكون نحن هؤلاء الأبطال الذين يضحون بروحهم فداء لهذا الوطن. نستذكر أبطالنا معنا في ساحات المعارك وكأنهم متواجدين اليوم معنا، منهم من شهدناهم يقاتلون معنا في صفوفنا لأجل الدين والحق، ومنهم من خلد ذكرهم في معارك مملكة البحرين السابقة، معارك مملكة البحرين التي أدت إلى البحرين اليوم، إلى البحرين المزدهرة المتقدمة. ففي طبيعة الحال يا أخوان، الوطن والدولة العظيمة تنمو بقيادتها الرشيدة وبسواعد أبطالها. هناك من يضحي بروحه ويدافع عن دينه وحقه داخل وخارج المملكة لأجل الآخرين، لأجل أن ينعم الآخرين، لأجل أن تعيش الأهالي بسلام ورغد. الله يبشرنا إن شاء الله بالانتصار القريب، والله يبشركم إن شاء الله بالفوز، ويبشركم إن شاء الله برؤية جنودنا المرابطين. الله ينصركم ويثبت أقدامكم في ساحات المعارك بإذن الله. وفي هذه المناسبة يا إخوان، قررنا أن ندشن مشروع مزرعة الشهيد بالحرس الملكي، وهذه المزرعة ذرة من الشكر والامتنان والعرفان لصبر الأهالي وبفداء هؤلاء الشهداء. فهذه المزرعة يا إخوان راح بإذن الله توفر كل احتياجات أسر الشهداء على مدار السنة. فنتمنى من أسر الشهداء قوة الدفاع أن يتقبلوا منا هذا الإهداء البسيط جدا، وشكرا. بعدها تفضل سمو قائد الحرس الملكي بافتتاح مشروع مزرعة الشهيد بحضور أسر وذوي الشهداء، حيث سيتم تخصيص ريع المشروع لصالح ذوي شهداء الواجب الأبرار تقديرا لتضحياتهم النبيلة بكل شجاعة وأقدام وعرفان لأرواحهم الطاهرة التي ضحوا بها في سبيل الحق الوطني لنصرة الحق.